أول أيام الحجر الصحي الجزئي أفقد وهران حركيتها وساد الهدوء شوارع الولاية مع تطبيق صارم والتزام تام بالحجر. وفي جولة استطلاعية لمدى التزام المواطنين بهذا الإجراء سجلنا انطباعات بعض ممن كانت لهم رخص استثنائية كالصحفيين وأعضاء من المجتمع المدني. بعد الجولة التي قمنا بها مساء اليوم اللي هي أول ليلة من الحجر الصحي الجزئي بولاية وهران، شاهدنا استجابة إيجابية من طرف المواطنين، شوارع كلها خالية مع تواجد أمني كثيف، وهذا أمر إيجابي يبشر بالخير إن شاء الله في قادم الأيام بإذن الله بتراجع هذا الوباء الخطير. ووجهنا نصيحة لكل الجزائريين وخاصة سكان وهران بأن الحل الوحيد حاليا في ظل غياب لقاح وأدوية لهذا الوباء هو البقاء في البيوت واحترام الإجراءات الوقائية والابتعاد عن كل التجمعات والتجمهر الذي قد يزيد من عدوى هذا الوباء الخطير، وإن شاء الله الفرج قريب بإذن الله. سكان ولاية وهران استجبوا للنداء تاع الحجر الصحي وبقوا في البيوت تاعهم، ونشكر كل الأسلاك الأمن الوطني اللي راهي صاهرة على سلامة المواطنين، وهذه مباشرة بعد تعليمات وزير الأول. الوهرانيين راهم استجبوا للقرار وراهم بداو بشوية بشوية يتوعوا، على بالكم باللي ملي رئيس الجمهورية اتخذ القرار الرئاسي حنا رانا في توعية كمجتمع مدني، لازم نكونوا قاع متكاتفين ونعاونوا دولتنا بالحجر المنزلي اللي فرضته علينا. وهران واحدة من الولايات التسع التي شملها الحجر الصحي، تدخل حيز التطبيق في أول أيامها بالتزام تام من طرف المواطنين وسهر من طرف السلطات المحلية ورجال الأمن. عبد العزيز حشاني لقناة الشروق نيوز من ساحة أول نوفمبر.